اهلا وسهلا بحضراتكم، بنواصل حوارنا الممتد ووداننا ومشاعرنا اللي بتنضف مع الشيخ محمود ياسين التهامي، او الشيخ محمود التهامي زي هو ما معروف في عند الناس، محمود التهامي. ليه مش محمود ياسين التهامي؟ عايز تخرج من عباءة ابي؟ والله الموضوع ده عمل لي مشكلة مع الشيخ، انا لو كنت اعرفها كنت شلت محمود وكتبت الشيخ ياسين التهامي على طول. لا، هو انا فوجئت، الاسم الفني دايما بيبقى يا اسم يا اسمين، لكن ثلاثة بيبقى صعب على الناس. فطبعا مع ان اسم الوالد يشيل اي حد، يعني تحط أكيد بعده في انشاد ديني، يعني ده انت لا اكيد طبعا اكيد يعني. بس هي الفكره ان انا طبعا عشان يبقى اسمي محمود ياسين، عندنا طبعا الفنان الكبير محمود ياسين معروف، يعني عشان يبقى محمود التهامي معروف ان اسم التهامي على طول الشيخ ياسين التهامي. فطبعا هو عارف ان في كاتب صحفي كبير اسمه الاستاذ محمود التهامي. طبعا يعني انت كده جاي وكده جاي. لا، اكتشفت ده بعد ما دخلت على الانترنت وفوجئت محمود التهامي، المنشد محمود التهامي، عرفت وبعد كده كنت اعرف الكاتب محمود التهامي من زمان. يعني هل الوالد بيوجهك؟ يعني بتقعد معاه؟ انت واخد سكه يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه اللي سمعناها منك عليه افضل الصلاه والسلام، دي لسيدي عمر بن الفاروق. تمام. الوالد شغله الجميل هو شغله كله جميل، بس شغله الرائع كله اشتغل على سيد ابن الفارض واشتغل على نهج البردة. انت بتشتغل ازاي؟ يعني ماشي على نفس الطريق ولا لا، هو الاختلاف بينه وبين الوالد في الاداء، ولكن على نفس المنوال بالنسبة للغة. نعم. اللغة العربية الفصحى طبعا، وبالنسبة للقصائد، وممكن اخد بعض من القصائد اللي قالها الوالد بس بقولها انا بطريقتي او باداء معين. ايه الاختلاف في الاداء؟ يعني اشرح لي كده افهم. انا سميع للوالد. تمام. وهبقى سميع لي. تمام. لا، انا يعني بضيف للاداء بعض من الهارمونيات، بعض من المحسنات الصوتيه، بعض من اللحن، يعني بعمل عمليه لحن شويه. انت شكل الفرقه عندك مختلفه عن شكل الفرقه عندك. تمام. يعني في الات مختلفه هنا مش موجوده عند الوالد. طبعا. بس انا عاوز انوه ان لما بطلع حفلات او ليالي او موالد بتبقى نفس الفرقه على نفس فرقه الوالد، يعني نفس الشكل بمعنى صح، وقد يكون نفس الاداء، بس في حفلات انا بطلعها في اماكن مختلفه عن اماكن الوالد تماما. بتبقى مسرح، يعني حاجات بتبقى مسرح، حفلات في قاعات وكده، فبيبقى يعني بيبقى مطلوب مني شغل تاني خالص غير شغل الوالد. يعني الوالد ما عندوش كورال، الوالد فرقته ما فيهاش كورال. نعم. لان بيبقى الضغط كله على الشيخ ياسين، يعني الليله كلها بتبقى الشيخ ياسين التهامي. صحيح. لكن انا بعمل عمليه زي يعني بيقولوا عليها سينيو في الموسيقى. ان بيبقى في يعني تردد بين المنشد والجمهور. يعني ان انا اقول وانت تردد سيدنا النبي سيدنا ورايا بعد، او انا اقول قمر وجميل واقول البيت وحضرتك والجمهور يردد من ورايا. الوالد الجمهور بيذوب، فبتبقى اداء حركي اكتر منه صوتي. تمام. وبيعتمد على يعني بيعتمد على الانشاد الفردي، يعني ممكن الشيخ يروح الليله مش عايز موسيقيين خالص ويشتغل. صحيح. ويقدر يقوم بيها. لا، وياسين التهامي طبعا. تمام. انت درس موسيقى؟ الحمد لله. درست موسيقى فين؟ لا، انا يعني ربنا كرمني، الوالد برضو من ضمن الحاجات اللي وجهني فيها دراسه الموسيقى، لازم يعمل لي اختبارات ويشوف انا انفع ولا منفعش معنا صح. نعم. انا عاوز اشير ان اول واحد كان علمني موسيقى كان دكتور مايكل فرشكوف، ده كان بروفيسور بجامعه البرتا، كان جاء عمل رساله دكتوراه في الشيخ ياسين التهامي والموسيقى الشرق وكده، كان بيقعد معايا كتير فكنت بتعلم منه مزيكا. وبعد كده ربنا كرمني برضو بحقبة من الزمن على ايد استاذي عندي في اسيوط، الاستاذ محمد فرغلي، قعدت معاه فترة برضو. وبعد كده جيت القاهرة طبعا واحتكيت بالكونسيرف دوار والمعهد العالي للموسيقى العربية، وما ننساش الاستاذ عمار الشريع، كنت على اتصال بيه ووجهنا، قال لي اسمع مين. هو اول واحد قال لي على الشيخ علي محمود. نعم. الاستاذ عمار الشريع هو اللي وجهني للشيخ علي محمود، وفعلا يعني انا الشيخ علي محمود المنشد، الشيخ علي محمود كان هو اللي غير من ادائي وسمعي وغير من حياتي الموسيقيه والانشاديه تماما. يعني احنا ظالمين ومش اخدين بالنا منه. لا، هو جزء من التراث والتاريخ الانشاد المصري. طبعا. طب ما تسمعنا حاجه للشيخ علي محمود. لا، هو طبعا عشان اسمعك حاجه للشيخ له. لا، هو تكريما له. انا يعني يصعب عليا ان انا اكون اقول للشيخ علي محمود، احب اقول معاه مع روحي بمعنى اصح.
ولكن انا ممكن اقول حاجه من مدرسه الشيخ علي محمود. خلاص وانا هقبل هذا وهقبل اعتزازك. انا هتبقى لوحدي من غير الفرقه. طيب برضو جميل. الحب وحدنا فصرنا نبضة الحب وحدنا فصرنا نبضة الحب وحدنا فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة من أنت تعرف من أنا فيك أحيا منذ بديك كان يا ملجمي من أنت تعرف من أنا فيك أنا أحيا كان سقيت من فيك الحنان وعشت في أحضان قلبك فامتلأت أمان والطهر أشرق خلفنا وأمامنا والله قاد على الطريق خطانا. الله الله انا جمعت لك بين قصائد الشيخ ياسين أيوة واداء الشيخ علي محمود. الله 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 دي اول مره تحصل على فكره ان انا اغني قصائد الشيخ بطريقه الشيخ علي محمود. بطريقه الشيخ علي محمود. وانت بتكلمنا عن الشيخ علي محمود واحنا بنتكلم عن الانشاد في مصر ولما تكتشف ان في تقريبا 1000 منشد لكن تحس ان في شتات ما فيش اهتمام بالانشاد الديني. تمام. يعني قد يكون في اهتمام بالفيديو كليب والاغاني يعني وعندنا انشاد وعندنا ذكر وعندنا تاريخ وعندنا قصائد ومش واخدين حقهم ليه؟ انا عاوز الفت نظر حضرتك لحاجه ان احنا في حقبه من التاريخ وفي وقت معين من الزمن كان لمصر الرياده في الانشاد الديني في فن الانشاد الديني. نعم. ايام عم الشيخ علي محمود وعمنا الفاشني والشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ سيد النقشبندي واخرهم طبعا هو كان مزيل بهم الشيخ سيدنا النقشبندي. نعم. في هذه الفتره كانت مصر لها الرياده في الموسيقى العربيه وفن الانشاد الديني وكان لنا كل حاجه بمعنى صح. حاليا نحن في عصر الظل بالنسبه لمشايخنا دول بمعنى صح. يمكن اللي موجود دلوقتي هو يعني أبويا الشيخ ياسين عم الهلباوي الكحلاوي يعني قلة اللي هم مدارس يعني الناس بتستقي منهم وبتجلدهم ولكن غير كده طب ما فيش يعني أنا عندي 3 مدارس في الإنشاد الديني بمصر وبسوريا يوجد 73 مدرسة للإنشاد الديني. عندنا 3 مدارس فقط للإنشاد الديني. لا قول 10 و73 في سوريا و73 في سوريا. نعم. ده انت عندك في روسيا اوروبا فيها 3 مدارس للانشاد الديني. عندك في المغرب 50 مدرسة للانشاد الديني. عندك بالسعودية في انشأوا رابطة للانشاد الديني او رابطة للفن الاسلامي يعني بتقوم على الانشاد الديني. احنا هنا ينقصنا مدارس الانشاد الديني، الاعلام بالنسبة للانشاد الديني، الاهتمام. انتوا مالكوش نقابة؟ انتوا فرع من نقابة المهن الموسيقية. احنا شعبة من شعب نقابة المهن الموسيقية وانا عاوز اشير الى ان من سنة ابتدت نقابة المهن الموسيقية تعتمد المنشدين ويرجع الفضل طبعا للأستاذ منير الوسيمي لكن. نعم. قبل كده ما كانش فيه أي اهتمام بالإنشاد الديني.
انتوا مش عايزين نقابه لوحدكم خاصه؟ هو طبعا هيحصل هيحصل بس لما العدد يتزايد ويبقى لا هو العدد موجود، ولكن حاليا يعني انا على فكره تقدمت بطلبات للمجلس الشعب ومجلس الشورى ومستني ان شاء الله. بس اللي انشغلني شويه لقيت الاستاذ منير مشكورا مهتم بالمنشدين، فقلت خلاص الراجل جاي يعني في البركه وفي الواجب، ولكن بعد كده يعني لا بد من نقابه، لا بد من التخصص. لا. لان يعني الانشاد الديني شعبه من نقابه، فهو في يعني انشغلاته كتير بحاجات كتير. حواري معاك ممتد، بس الفرقه بردت وبعدين قعدناهم كتير دلعناهم لا نسخنهم فنسخنهم بقى ماشي يا حاضر.